خلينا نروح لقصة تانية لطيفة جدا، وكلنا عارفين طبعا ان ملف ذوي الهمة من الملفات الهامة جدا اللي مصر الحقيقة مهتمة بيها طبعا بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان كده كان مهم جدا 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 ان كاميرا برنامج يوم سعيد تكون موجودة في مؤتمر جودة الخدمات الصحية. يعني المؤتمر ده الهدف منه أنه يعمل على لقاء توعوي لتعزيز وعي الكوادر الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية لأشخاص ذوي الإعاقة. تعالوا نعرف أكتر عن الموضوع ده من خلال كاميرا يوم سعيد. يقيم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لقاءً توعوياً لتعزيز وعي الكوادر الطبية، وذلك لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان وعدد من رواد المبادرات المعنية. الاهتمامات والأولويات والمحاور هو نحن ننشئ نظام صحي رقمي متكامل، ان احنا نطبق الذكاء الاصطناعي في داخل المؤسسات الصحية، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من خلال التنمية البشرية والاستثمار في صحتهم. الإعاقة ليس معناها أنه ما عندوش صحة، وممكن يكون عنده إعاقة ولكن هو ينال الخدمات والتوعية الصحية المناسبة اللي تخليه يقدر يكون إنسان يعيش في حياة ذات جودة وينتج ويكون شريك من شركاء التنمية. كمان بنتكلم على التمكين الاقتصادي والشمولية في الخدمات، يعني لو هو يقدر ان هو يكون منتج او يكون متمكن في الناحية الاقتصادية، يقدر كمان ان هو يحصل على برامج صحية تؤهله ان هو يكون فاعل في سوق العمل، كمان بحث العلمي والتكنولوجيا. الحقيقة احنا النهاردة بندعم توصيات القيادة السياسية ومعالي وزير الصحة والسكان بالاهتمام بأبنائنا وإخواتنا ذوي الإعاقة، والاهتمام ده بيأتي في غضون ان احنا بنمرن العاملين في وزارة الصحة والسكان واللي بيقدموا الخدمات الصحية لأبنائنا ذوي الإعاقة على كيفية تقديم هذه الخدمات الصحية، وإزاي نقدر نديهم حقهم كامل في الرعاية، مش هم بس، هم وزويهم كمان. الرعاية دي بتشمل رعاية صحية عشان يقدروا يواجهوا الإعاقة الموجودة، وفي نفس الوقت التأهيل على انهم يقدروا يتعاملوا مع هذه الإعاقة. دورنا الأساسي أو الفيجن بتاعتنا ان يبقى في جيل بلا إعاقة، وجيل بلا إعاقة بان انا اكتشف الإعاقة مبكرا، ما استناش لما الإعاقة تحصل واعالجها، وده بيحصل بالكشف المبكر عن امراض التمثيل الغذائي اللي ممكن تصيب بإعاقة في حالة لو ما تعملش ليها كشف مبكر واتساب الطفل. كل فئات المجتمع وكل الهيئات موجودة في المؤتمر علشان تدلو بدلوها وتقول خبرتها في مجال الإعاقة وإزاي إن احنا نبقى بلد بلا إعاقة إن شاء الله، وإن حصل يبقى إزاي نعمل ريهابيليشن للحالات دي ويبقى دورهم فعال جوه المجتمع بتاعنا.